الكودوس نوعان من الظباء، الكودو الأصغر من شرق أفريقيا، الكودو الأكبر من شرق وجنوب أفريقيا. يبدو النوعان متشابهين، على الرغم من أن الأكبر أكبر من الأصغر. يبلغ طول ذكور الكودو الكبير البالغ أكثر من 1.5 متر عند الكتف، ويبلغ طول ذكور الكودو الأصغر الكبير حوالي 1.2 متر. الذكور من كلا النوعين لديهم قرون طويلة تشير إلى الأعلى وتعود قليلا إلى الخلف وتلتف على شكل لولبين. كما هو الحال في العديد من الظباء الأخرى، يمكن العثور على ذكور الكودوس في مجموعات عازبة، ولكن من المرجح أن يكونوا منعزلين. لا تميل عروض هيمنتهم إلى الاستمرار لفترة طويلة وتكون بشكل عام سلمية إلى حد ما، وتتكون من ذاكر واحد يجعل نفسه يبدو كبيرا من خلال جعل شعره واقفا. عندما يتواجه الذكور، فإنهم سيغلقون قرونهم في منافسة لتحديد الساحب الأقوى. تتضخم أعناق الكودوس خلال موسم التزاوج لهذا السبب. عند التهديد، غالبا ما يهرب الكودو بدلا من القتال. من المعروف أن الثيران الجريحة تهاجم المهاجمة، وتضرب المهاجم بقاعدة قرنها القوية بدلا من طعنه. يمكن للإناث الجريحة الاستمرار في الجري لعدة أميال دون توقف للراحة لأكثر من دقيقة. لديهم ركلة قوية وقادرون على كسر رقبة أو ظهر كلب بري أو ابن آوى. إنهم لاعبون جيدون ويمكنهم تخطي سياج يبلغ ارتفاعه 5 أقدام من البداية. الحيوانات المفترسة مثل الأسود والفهود والكلاب البرية والضباع والتماسيح وأحيانا الثعابين تصطاد الكودو البالغ أو صغارها.